وكمان استاذ علاء واجه كلامي واسمح لي بقى باشمهندس ارجع لك، مفيش تاجر بيطلع خسران، واصلا احنا مش عارفين سعر العربيه اللي انتوا جايبها من بره واقفه عليكم بكام، فتقول لي تضرب لي اي رقم انا مش عارف عايزة. فمين ايه الاليه اللي تتراقب لي السعر؟ لو حضرتك عايزه تفصيل العربيات الاوروبي بعد اذن الاستاذ عمر، لو حضرتك عايزه التفصيل بالظبط، العربيه الاوروبي حضرتك بتنزل زي ما الاستاذ عمر قال، تنزل 10% من القيمه الجمركيه او من الرسم الجمركي. يعني احنا عندنا هنخلينا في العربيات الشائعه الاستخدام اللي هي 1600 سي سي او اقل. العربيه دي بينزل لها 10% خصم كل سنه، العربيات الاوروبي بتنزل 10% من ال 40% يبقى 4%. يعني هننزل العربيه بدل ما تدفع 40% اول سنه من القيمه من قيمه السياره كقيمه جمركيه بتنزل 4%. ال 4% دول حضرتك بقت 36%. طيب ال 4% ده تأييدا لكلام الأستاذ عمر، إن بعض الشركات بتزود، يعني عادة الرقم الـ يعني اللي هو المتعارف عليه من 1 ل 3% في السنة. فلو العربية بتخسر في بتنزل في الجمرك 4% بتؤثر في ثمنها الأصلي حوالي 2.25 ل 2.5%. واخد بال حضرتك؟ لان الجمرك ده جزء من العربيه مش العربيه كلها، فمتاثرش في العربيه، بتوصل 2.25 ل 2.5. هي اوريدي زادت في الشركه الام من 1 ل 3%. فعلى الاقل خالص لو العمله ثابته انا تبقى العربيه بتاعتي الاوروبي لا تطلع ولا تنزل، يعني هي ما تنزلش. واخد بال حضرتك؟ ده في حاله ثبات العمله. يعني لو العمله اليورو مثلا فضل طول عمره ب 10 جنيه وفضلنا الاتفاقيه الاوروبيه ماشيه معانا ال 10 سنين، نفضل العربيه اللي ب 300,000 جنيه ب 300,000 جنيه. طب احنا عندنا بقى اليورو ابو 10 بقى 12 بقى 14 بقى 18 بقى 20، فكل ده بيطلع مع العربيه. عشان كده ما بتبانش زي ما الاستاذ عمر قال، ما بتبانش ما بيبانش التخفيض اللي جاي من الـ من الـ من الاوروبي، من الاتفاقيه الاوروبيه. علاوه على ذلك بقى حضرتك قلت الكوري والصيني والياباني اللي هو اللي هي يتمتع بالاعفاءات، ده بتلاقيه نط جامد جدا، ده ارقامه عاليه جدا بقى. لانه ما بياخدش، لا بياخد تخفيض من هنا ولا بياخد تخفيض من هنا، وقاعد طالع في طريقه مع العمله. واخد بال حضرتك؟ حته برضو اني انا مش عارفه العربيه واقفه عليك بكام، يعني انت بتجيبها تحطها في المعرض تقول انها بكذا. انا اعرف منين انت حددت لنفسك هامش ربح؟ ما قلتش هامش الربح ده حضرتك بيتحاسب عليه ايا كان، هو طبعا بيبقى فيه نسب. ما هو الدوله، هل الدوله بتبص على طبعا الناس بتدفع ضرايب؟ يعني هو العربيه اتكلفت 100,000 باعها ب 110، ال 10 دول بيدفع لهم ضرايب بالكام؟ بيدفع عليهم فرق ضريبه مبيعات او ضريبه قيمه مضافه دلوقتي اخيرا، بيدفع عليها ضريبه دخل غير الضرايب بقى اللي هي العاديه بقى، ضرايب الدمغه والضرايب اللي بتتاخد في الجمارك والكلام من ده كله، رسم التنميه والكلام، كل ده بيدفع على الفرق اللي كسبه العميل الوكيل او الموزع او حتى التاجر الصغير الاخراني خالص. فهو اهم حاجه في الموضوع كله. طب امال انا ليه بلاقي كذا سعر؟ لو كده لو السعر موحد مش يبقى موحد بالظبط، يبقى كل موحد. واحد بيحط السعر اللي على مزاجه، وبرده هو حر وعرضه وطلبه وخلاص. حضرتك هو بيبقى بيحط السعر اللي على مزاجه، بس اسعار متقاربه، يعني ما تلاقيش واحد بيبيع العربيه متقاربه دول متفقين مع بعض بقى. لا مين اللي هيتفق؟ هتتفق انت عارف في كام تاجر في مصر بيبيع عربيات؟ فوق ال 2000 تاجر المصرحين بيهم المعروفين اللي لهم اسماء. 2000 تاجر هيقعدوا فين يا فندم عشان يتفقوا؟ من الممارسه من الممارسه والناس اللي بتبيع وتشتري، عندك العربيه دي؟ لا والله ما عنديش. طب انت عايزها دلوقتي خلاص خدها مثلا ب 100، هتاخدها ب 150. بصي لا لا مفيش الارقام دي من اللي عندك جوه، بس انا دي مش معروف. لا لا بصي حضرتك هقول لحضرتك حاجه، لو حضرتك عايزه تعملي على الهوا حسابات لعربيات واقفه عند الناس بتكلفتها ونشوف بتتباع بكام وتعرفي هامش الربح، ممكن نقولها لك، لان احنا عارفين كل الحاجات دي. وعلى فكره هوامش الربح نزلت جدا اليومين اللي فاتوا عند الوكيل والموزع بالذات. مش بتكلم على